على الصعيد الاوروبي على الصعيد العربي، وتلقاو من بين الاسماء المرشحه كمدير تقني للمنتخب الوطني الاستاذ محمد رباح، خبره 15 سنه في كره القدم الاحترافيه، دبلوم بانجلترا، في بلاد الغاز، سكوتلندا، كندا، الولايات المتحده الامريكيه، استاذ محاضر. تسديده ديال بلال البكري، تسديده ولا اروع، والحارس العسكري يحاول الكره الى الزاويه. كانت تسديده جميله جميله جدا لبلال البكري. اوه، هدف لفائده فريق المغرب التطواني، هدف اول عن طريق انصار فريق المغرب التطواني بهذا الهدف امام فريق الرجاء البيضاوي. وغادي نشاهدوا بالعرض البطيء التسديده، كره دائريه، ضربه راسيه، وتنهزم الحارس خالد العسكري زيد كروج، سجل الهدف ضربه راسيه. وبهذا المناسبه